السلام عليكم ورحمة الله، كل الهلا مرحبا بكم أعزائي المتابعين في قناة إيناب تيك. فيديو اليوم حنشوف طريقة تخطي حماية جوجل لجهاز سامسونج جي 6. بداية نبدأ نضبط إعدادات الجهاز، وبعدها نربط على شبكة الواي فاي. أنا مسبقا ربط على شبكة الواي فاي. طبعا طريقة التخطي حتكون باستخدام برنامج TFT MTB Bypass. هذه مثل ما تشوفون أمامكم واجهة إثبات الملكية اللي ما راح أقدر أتخطاه بدون ما أدخل حساب الجوجل. نرجع لنقطة البداية وأربط الجهاز باللابتوب باستعمال كيبل USB، وبعدها على واجهة ال TFT MTB Bypass أروح إلى Option Bypass FRB. طبعا عملية التخطي عبارة عن ضغط الزر واحدة لا أكثر ولا أقل. أنتظر يكمل لي تنصيب التعريفات. هسه هنا دا يقول لي روح لمكالمة الطوارئ ودخل هذا الكود اللي هو نجمة مربع صفر نجمة مربع حتى يدخلني إلى وضع التيست مود، وبعدها طبعا انتظره يكمل لي عملية تصحيح اخطاء USB اللي هاي واضحة امامكم حاليا. انطي السماح، وهسه انتظر باقي الشغل يكمل عندي على اللابتوب. من حيكمل حيقول لي عملية التخطي تمت بنجاح. هسه هنا يقول لي رصيد FRB اوكي. هسه كل اللي عليك تسويه انه تخرج من وضع التست مود، وبعدها هسه يقول لي اسحب الشاشة للأعلى، انطي موافق، انطي التالي، وطبعا اوتوماتيكيا حتروح الى واجهة اثبات الملكية حتختفي. حينطيك تخطي لما توصل حساب الجيميل، حينطيك تخطي مثل ما حنشوف هسه حاليا. هسه هذا يقول لي دخل النقش، هاي النقش ما اعرفه، اقول لي استخدم حساب جوجل. وهنا مثل ما تشوفون انطاني تخطي، يعني حساب الجيميل خلصنا من عنده. ممكن انه من تعطي تخطي يرجعك الى واجهة البداية. كل اللي عليك تسويه سوي ريستارت للجهاز، ومن حيكمل ويفتح الجهاز يسوي ريبوتينج حيفتح لك بدون اي مشكلة. طبعا اغلب الاجهزة السلبية هاي الواجهات المتعددة اللي شفناها قبل شوية كانت الشاشة ترمش، فكل اللي عليك تسويه انه تروح الى الضبط. طبعا هذا يقول لك انه لازم ندخل حساب جيميل. كل اللي عليك تسوي تروح الى الضبط والى الاداره العامه، واروح الى اعاده الضبط واسوي له اعاده تعيين اعدادات النظام او اعاده تعيين المصنع عفوا، يعني بين قوسين فرمه الجهاز حتى تنحل عندي مشكله الواجهات المتعدده. طبعا هاي الواجهات المتعددة تطلع عندك نتيجة التخطي ل FRB. هسه بعد ما كملت عملية الفورمات والبوت عندي الجهاز، اكمل باقي الاعدادات. هنا على شبكة الواي فاي انطي تخطي، ما يحتاج اربط على شبكة الواي فاي. انا اساسا جاوزت حساب الجيميل، ما احتاج انه يكون الجهاز عندي مرتبط بالواي فاي. هنا ايضا اعطيت خطي، وانطي ايضا تخطي هنا. كملت عندي عملية إعادة ضبط الجهاز، وهسه حفتح عندي الجهاز ونكون تخطينا حساب
الجيميل. قبل ما تغادر الفيديو لا تنسى تسوي لايك وتشترك في القناة. أشكر متابعتكم.